السلام عليكم. اليوم نعرفكم بترتيب تاع الجزائر في ما يخص التنمية البشرية، وهذا على حسب التقرير نتاع منظمة البنود البروغرام ناسيونال دي ناسيون زوني بور لو ديفلوبمون. إذن هذه المنظمة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مؤشر التنمية البشرية، وهذا الترتيب هذا ياخذ بعين الاعتبار عدة معطيات، منها مستوى التعليم، يعني مستوى الصحة والولوج إلى المستشفيات، وكذلك الولوج إلى الأدوية، وتوفر المياه الصالحة للشرب، يعني كل ما يساعد في الحياة الكريمة للإنسان. إذن هذا المؤشر، إذن مؤشر التنمية البشرية هذا فيه تقرير لمنظمة الأمم المتحدة United Nations Development Population، إذن للتنمية البشرية. إذن في هذا التقرير يخص 191 دولة، وسوف نشاهد الترتيب تاع الجزائر مقارنة بالدول العربية وبدول العالم، وكذلك مقارنة بالدول الإفريقية وبالجارة التي صدعتنا بالزوخ هذه تاعها. إذن إحنا كان علينا واجب أن نردوا عليهم، نردوا لهم الصرف كما نقولوا حنايا. إذن نشوف هذا الترتيب هنا نتاع الدول العربية هنايا، ونشوف أن الجزائر تحت المرتبة 91 عالميا، وداخلة في الدول العشرة العربية الأولى في العالم، وهي يعني دول ذات اللي عندها مدخول نتاع يعني مداخل كبيرة، وما عندهاش كثافة سكانية كبيرة مثل الإمارات العربية، البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، الكويت، سلطنة عمان، ثم تأتي الجزائر مباشرة في المرتبة 91 هذه، يعني يعني بالمقارنة مع الدول العربية. إذا ونشوف هنا الدول العربية، وهنا تجي مملكة المغرب الأقصى تأتي في المرتبة 123 هنا في آخر الترتيب. إذا قريبة مع يعني دولة سوريا وجيبوتي والسودان واليمن، إذا مع هذه الدول نشوف دولة المغرب الأقصى مع هذه الدول محشورة هنا ما بين سوريا وجيبوتي والسودان واليمن والعراق ولبنان. هذه الدول كلها تعرف مشاكل كبيرة جدا، خاصة لبنان والعراق اللي عندهم مشاكل كبيرة، رغم ذلك هما أحسن من مملكة موروكو. إذا هذا هو ترتيب نتاع كما قلنا، ونعاود نأكدوا عليها، ترتيب تاع منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية، واللي تابع لمنظمة الأمم المتحدة، ما عنده لا هذا ما ياخدش الرشاوي، وما ياخدش يعمل العمل تاعو بطريقة محايدة. وهنا نشوف ترتيب، نفس الترتيب في نفس يعني الميدان، هو ليدياش انديس دو ديفلوبمون ايمان، هذا باين كلير ناتي بريسي، ما فيه حتى لبس. إذن معدل التنمية البشرية في إفريقيا، نشوف أن الجزائر تأتي مباشرة في المرتبة الثالثة بمعدل الفي يعني رفيع هنا، ونشوف بأنها في 91 في المرتبة العالمية، يعني المرتبة العالمية تعتبر متوسطة، لكن في إفريقيا تعتبر هي الأولى من الأوائل. إذا يعني ناخذ بعين الاعتبار أنه يعني جزيرة موريس والسيشل فهي زوج دول صغيرة يعني عندها حوالي مليون ولا مليون وشوية نتاع كثافة سكانية، يعني زوج دول يعني ما نقدروا ما نديرهمش في الحساب، يعني جزيرة موريس وجزيرة السيشل. تأتي مباشرة الجزائر في المرتبة الأولى. إذا ونشوفوا مملكة موروكو الصغيرة تأتي في المرتبة العاشرة هنا،
وفي المرتبة 123 عالميا. إذن هذا هو ترتيب تاع الدول بصفة عامة والموقع تاع الجزائر مقارنة بإفريقيا ومقارنة بالدول العربية ومقارنة بدول العالم فيما يخص مؤشر التنمية البشرية. وهذا المؤشر مهم جدا، هو يعرف يعني هو يعني بمعنى آخر نقدر نقول هو يعطينا ترتيب تاع البلد الذي يعني يليق فيه العيش، وين الإنسان يقدر يعيش بكرامة وعنده الوسائل نتاع الترفيه موجودة. إذن هذا هو الجزائر تحتل في المرتبة الأولى في إفريقيا إذا استثنينا كما قلنا جزيرة موريس وجزيرة سيسل، هذو إذن تعتبر الجزائر في المرتبة الأولى بعيدة كل البعد عن الجارة اللي صدعتنا بالدعاية المخزنية تاعها. وهنا نزيد نشوف مصدر آخر في الموضوع يعطينا نفس الترتيب اللي ما يخص المؤشر نتاع التنمية البشرية في إفريقيا، واللي كما قلنا المصدر هو البنيد البروغرام دي ناسيونز يوني بور لو ديفلوبمون. إذن هو يخص سنة 2022 بما أن التقرير هذا بالنسبة للسنة 2023 ما زال ما خرج. إذن هذا هو آخر تقرير فيما يخص المؤشر تاع التنمية البشرية. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.